قافلة السلام والتعايش السلمي التي أطلقتها لجنة الدراسات والاتصال لكوادر حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بالتعاون مع المجلس البلدي للحزب بمدينة أنجمينا، فقد حطت رحالها بالدائرة الثالثة في إطار جولتها التوعوية لنشر رسالة السلام والتعايش السلمي. وخلال أنشطة القافلة قدمت عبارات تنادي إلى نبذ الخلافات وقبول الآخر، فضلا عن محاربة العنصرية والجهوية في أوساط المجتمع، إلى جانب شرح دور المرأة والشباب في تحقيق السلام والعيش المشترك ومساندة المجلس العسكري الانتقالي لاجتياز المرحلة الانتقالية بنجاح، وتقديم النصائح حول أهمية الوحدة الوطنية. مالا اندينا كاميروني اندينا سنتر افريكان اندينا كونغولي اندينا غابوني نازا كل عايشين في ترويزيام اراندوسمان زي ما بيتم عايشين بعافيه والسلام. علما بان القافله التي تقودها لجنه الدراسات والاتصال لكوادر حزب الحركه الوطنيه للانقاذ بالتنسيق مع المجلس البلدي لحزب الحركه الوطنيه للانقاذ ستواصل حملتها في كافه بلديات العاصمه انجم.